صحيح زميلي دومينيك شيخاني اليوم منه موجود معنا بالاستوديو، ولكن نحن موجودين معه بصلواته بزيارة حج لمديغوريه، ورح نكون برسالة نحن وياه مباشرة من حيث عم تظهر امنا مريم العذراء بمديغوريه ليخبرنا عن الأجواء هناك، الصلاة، وكمان هو معه وفد لبناني كمان رح نجرب ناخذ شهادة حية من قبلهم. يعطيك العافية دومينيك. الله معك رولا، الله معكم مشاهدينا. نحن تحديدا من ثلاث زهورات بميديغوريا، واذا بتنتبهوا ورانا شخص العذراء مطرح ما ظهرت تحديدا العذراء بميديغوريا، ومعي الاب على الشمال الاب مجدي علاوي والمرنم ادوين لطوف. هيك حاله طلع معكم رولا مع المشاهدين. يعطيكم الف عافيه، لاهلا فيكم، وان شاء الله زياره مقبوله. بنتمنى انكم تحملونا بصلاتكم وتحملوا لبنان معكم كمان. اكيد، لانه لبنان ما له غير مريم العذراء اللي هي رح ترفعه ليسوع. دومينيك، مش اول زياره لك على ميديغوريا، خبرني عن صحيح. الاجواء السنه، شو اللي بيميز زيارتك عن بقيه زيارات الحج؟ يعني اكيد اصدقاء مريم ملكه السلام مكتب تيلي لوميير مشكورين لانه عم يعملوا جهد كبير. ميديغوريا هي مدرسه القداسه، يعني مثل ما قال بابا القديس يوحنا بولس الثاني انه هي كرسي اعتراف العالم. بترجعنا على اسرار الكنيسه الكاثوليكيه وعلى شركه القديسين مع امنا مريم والمسبحه الورديه. حلو كتير. انا بدي اتمنى لا انا رح نعم رح مر لك ابونا مجدي بيعطينا بركته وكلمه، وبعدين في المرنم ادوين لطوف بيعطينا ترتيله سريعه. يلا يلا، سلم المسيح معكم. مجد لله، مجد لله، ابونا الله معك ومعكم يا بيي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم. ابونا، شو الاجواء عندك وشو بتحب تقلنا من ميديغوريا، من المكان اللي عم تظهر فيه امنا مريم العذراء؟ بدي اقول لكم سلام سلام سلام، لانه بدي اقول لكل اللي عم يسمعوني اليوم، لكل الامه، بدكم تربحوا بيوتكم عيالكم، ما في الا انكم تتركوا كل شيء شغل، كل شيء ارضي، بتسلموا لأمنا مريم. أكيد يسوع بيعملكم اللي بدكم، بس أمنا مريم أسرع. بعتقد إنه لازم تعرف إنه الأم ما بتتأخر ولا تك كلمة تعمل لها كل شيء لأولادها. وشفنا بعرس كان الجد ما كانت ساعته ليسوع بعد، بس طلبت منه غيرت له كل مساقيه. يعني مريم ما بتتأخر أملكم اللي أنتم بدكم إياه. جيت على ميديغوريا تركت كل شيء لحتى أجي إلا بسلمك كل الأمور، بسلمك كل حياة، وبكرس لك زيت ورسالتي وكهنة كرمال هيك اليوم. بقول لك كل اللي عم يسمعونا، صدوا أمنا مريم وولدوا معها مجد. اليوم عم بدي أقول لك كل اللي عم بيسمعوا تليفونات، عم بيحضروا تليفونات. مريم ام، مريم بتحبكم. سلموها كل اكثر. وهي هي حدكم. اكيد في عواصف. اكيد في رياح. بس مريم ملكة السلام رح تطلب من ابنها انه يكون سفينتكم. انه يكون هو المسؤول عنكم. هو الطبيب. هو البي، هو الإله، هو المخلص. وكون عندكم ثقة إنه ما يسوع قادرين نخلص وقادرين نرجع حياة جديدة. من هون ما تخافوا أبدا. تعالوا إلي أيها المتعبون حمل الأثقال وأنا أريحكم. من ضيعة السنة، من ضيعة مريم ملكة السلام، من ميديغوريا بقول لكم كرسوا اليوم قلوبكم وبيوتكم، فوتوا على مدرسة مريم، اتعلموا منها كيف تعرف تسمع وتحط بقلبها وتسلموا لنا يسوع. مش تحكي فيهم للعالم ونأذي العالم فيهم. تعلموا من مريم كيف كانت تصلي، تعلموا من مريم كيف كانت تخدم. نحن بحاجة لهم اليوم، وهيك نحن حياتنا بيوتنا
بتكون كنيس حي مع قديس البابا فرانسيس، بيطلب منا انه نكون انجيل حي اليوم بهذا العالم. كيف فيني انا حب اذا انا ما بحترم الاخر، واذا انا فقير ولا الجوعان ولا التعبان ولا السجين ولا المشرد؟ مش مهم احفظ الانجيل. صحيح. اليوم انجيل حي. الله يقدسكم، شكرا لنور سادة اليوميات، نهار مبارك. شكرا ابونا مع هالكلام الحلو، فعلا حملتنا بكلامك وكانه نحن موجودين تحت اقدام امنا مريم العذراء بهالاجواء الخشوعيه الحلوه. رح ناخذ بركه بركه ربنا روح القدس. امنا مريم ملكه الايام تكون معكم، تشفي مرضاكم، ترحم موتيكم، بارك وطننا لبنان باسم الاب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. آمين. شكراً. شكراً كثير لك أبونا مجدي. شكراً زميلنا دومينيك. إن شاء الله زيارة مباركة يا رب، على أمل أنه نرجع نشوفكم بيناتنا بلبنان. كمان نرجع ننتقل للمرنم إيدي مكفوف، كمان عنده هيك تسبيح لأمنا مريم العذراء على طريقته. وانا كمان بدي عيد، انا كمان بدي عيد دومينيك. امبارح كان عيد القديس دومينيك، وشو هالصدفه دومينيك هون. بس رح طلح اسمي ادوين لطوف، رح رتل ترتيلي للعذراء. عن حالي ها انتي انا جاي احكي، ما بعرف يا امي كيف برد جميلك. عن حالي يا ابني انا جاي احكي لك، ما بعرف يا امي كيف برد جميلك. جاي شكرا نقول والشكر بيطول، بنسى حالي بما انا اكون مقابيلك. دخيلك يا ابني يا ابني أكثر ما بستاهلك، يا مريم عطيتني وكل المرام، يا عذراء ساعدتني. امين امين. شكرا شكرا لكم على هالرساله الحلوه بالترنيم والصلاه والاعمال، عم نمجد امنا مريم العذراء، يعطيكم الف عافيه.